هنشوف طاجن الرز المعمر بسمك التعبين. اولا عندنا سمكات تعبان في الثلاجه، احنا حاطينها، هنجيبها عشان بس تشوفوا شكلها وهنسلخها ازاي ونقطعها قدامكم دلوقتي. ايه سمكه يا بنت حلال اهي، عشان تشوفوا شكل سمك التعبان اول مره يمكن في الفضائيات هتشوفوا سمك تعبان، ممكن يكون حد عمله قبل كده الله اعلم، انا ما شفتش، بس عايز اوريكم سمك التعبان ده زي ما قلنا بيقولوا عليه في دمياط وفي بورسعيد الحنشان. سمك التعبان اهو، راس وجسم وديل، ممكن يكون شويه غالي بس طعمه حلو قوي. يبقى احنا عندنا سمك التعبان اهو قدامنا، هنسيبه ونيجي نكمل مع بعض نقول المقادير بتاعتنا. انا سالخ حته بس عشان اوريكم اهو، هسلخ لكم الباقي كله وهنقطعه مع بعض. عندي سمكايا تيجي كيلو تيجي كيلو ونص زي ما انتم عايزين، يعني الموضوع ده متاح لكم انتم. كل اللي انا عملته انا نظفت بطنها بس، فتحت بطنها ونظفته وبعد كده هسلخها قدامكم، بس هقول مقادير طاجن التعابين وبعد كده نيجي بعد كده نشوف هنسلخها ازاي. عندي زي ما قلت كيلو من سمك التعابين، كيلو ونص، المهم هو سمكايا زي ما تطلع. عندي كمان 3 كوبايات من الرز المصري، 3 كوبايات من الرز المصري، و3 كوبايات لبن، ونص كوبايه كريمه، ومعلقتين زبده، ومعلقه عصير ليمون، ورشه كمون، ورشه بهارات، وملح وفلفل. تاني بالراحه عشان المقادير دي لازم تكتبوها وتعرفوها. اول حاجه زي ما قلنا عندنا سمكايا تطلع بقى كيلو، تطلع كيلو ونص زي ما تطلع، يعني زي ما انتوا عايزين تستعملوها. عندي بقى بقيه المكونات بتاعتي، 3 كوبايات من الرز المصري مغسولين، 3 كوبايات من الرز المصري مغسولين، 3 كوبايات من اللبن، نص كوبايه من الكريمه اللباني، ومعلقتين زبده، وعندنا كمان معلقه عصير ليمون ورشه كمون ورشه بهارات وملح وفلفل. والطاجن بتاعنا او البرام في الفرن، هنحطه في الفرن عشان يسخن شويه. تعالوا بقى نروح عند سمك التعبان ونوريكم هنقطعه ازاي. بجيب السكينه اهي، عشان هندبح بقى. وبعدين نيجي عند الراس وهنقطع حته كده من الجلد، حته صغيره من الجلد، وهنسلخ، نسحب لورا كده اهو، شايفين بيتسلخ معانا بمنتهى السهوله اهو. طبعا طعم الجلد ده مش كويس في الاكل، يعني بيبقى ناشف، شايفين اتسلخ قدامي بمنتهى السهوله اهو. بعد ما سلخناه كده يبقى هنقطعه ونستعمله على طول. الجلد ده طبعا في ناس بتحب تعمل منه حاجات، احزمه وحاجات كده، ممكن تاخدوه تحطوا عليه ملح وتنشفوه لو حابين، يعني لو حد عايز الجلد ده يستعمله في حاجه ممكن بعد ما نسلخه كده ناخده نقطعه ونحط عليه ملح ونسيبه لغايه ما ينشف، لغايه ما ينشف ونقدمه. بعد كده بعد ما قطعناه اهو نعمل ايه بقى؟ نيجي من هنا نقوم شايلين الراس كلها مش عايزينها، ونقطعه كده اهو حوالي 3 سنتي كل قطعه، 3 سنتي. لو انتوا هتحمروه هيبقى برضو كل قطعه 3 سنتي، لو انتوا هتاكلوه كده في الطاجن مفيش مشكله، هتعملوه طاجن بالخضروات مفيش، كده زي ما بقول دايما اهو. يبقى احنا حطينا بنقطعه كل واحدة زي ما بقول 3 قطع. هنجيب كزرونة عشان نسخن اللبن يساعدنا في السوى شوية بعد ما قطعنا كده، ونشيل بقى الحتة اللي فيها ديل دي، خلاص مش محتاجين حاجة تاني. عندي طاسة هناخد هنا شوية زيت، شوية زيت، وبعدين حتة زبدة، وناخد كده التعبان ده نديله بقى رشة من البهارات ورشة من الكمون، شوية ملح، وشوية من الفلفل، وبنشوحه تشويحة. تعالى شيل يا سعد بقى الكوبيبة دي، بنشوحه تشويحة. بس بنبدأ ازاي؟ بنبدأ من الحتة دي، بنوقفها على سيفها كده اهي. بعد ما بنخلص كل ده بنكون عندنا الرز بتاعنا، هناخده برضو نتبله ببقية المكونات ونشوحه. هنرفع دي خلاص مش محتاجين جوانتي بقى خالص، ونغسل ايدينا كده ونكمل مع بعض. عايز اقول لكم بس شكرا يا سعد.
احنا بس بنشوح هنا التعبان، هغير مكانه ولا خليه زي ما هو، وتيجي نشوح الرز بقى مع بعض. هناخد معلقه من الزبده ومعلقه من الزيت برضو، اهو زيت وزبده، ونقوم نازلين عليه بالرز، بس بعد ما يسيح معانا الزيت والزبده. اول ما تسيح معانا الزيت والزبده هننزل عليه بالرز اهو كده، وننزل عليه بقى بالملح وفلفل كتير، شويه ملح وشويه فلفل كتير، يعني حوالي معلقه صغيره من الفلفل، معلقه كامله مش كتير قوي الفلفل ده، لا ده بيدي له نكهه رائعه جوه الطاجن بتاعنا ده. الفلفل الاسمر بيدي للطاجن او للبرام نكهه حلوه قوي 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 كده. اهو هنروح بقى نعمل ايه بعد ما قلبنا كده، احنا بسخنه نحط عليه بقيه البهارات وبقيه الكمون. طب يا شيف يسري، الكمون مش هيدي طعم مختلف؟ لا بالعكس، ده طالما في طاجن سمك في قلب الطاجن بتاعنا او البرام بتاعنا هيدينا نكهه حلوه جدا في الطاجن. وبعدين نقلب بقى السمك ده الناحيه الثانيه، شوفوا استوى ازاي لونه، هو ده اللي انا عايزه. اول ما بيخش بقى في البرام ده بيبقى زي الزبده، يعني حاجه بجد جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. انا عارف ان التعابين غاليه شويه، بس يعني مره مش كل اسبوع هناكلها، مره في السنه مرتين في السنه ما فيهاش مشكله يعني. وعلى فكره يعني لما نيجي نحسبها كده هي طلعت قريب من اللحمه، يعني ما فيهاش حاجه. التعابين قريبه من سعر اللحمه. انا بقول لك يعني بجمله اللحمه مش مشكله، اللحمه على مشاكل ف خلاص بنقلب تاني هنا، بنقلب كده الزبده مع زي ما قلنا الرز وشويه الفلفل والملح والفلفل وكمان البهارات والكمون. لونه هيبقى شويه غامق، وعندي البرام زي ما قلنا جوه، واللبن عندي بيسخن عشان يبقى كله جاهز، كله جاهز مع بعضي ما ياخدش وقت كتير اهو. لا ثواني بس قبل الفاصل، الله يخليك يا عمده. لا لا هنحط بس نجيب البرام بقى اهو، بعد ما سخناه البرام سخن اهو اهو، وبعدين ناخد حته زبده نحطها كده في البرام وهو سخن اهو، شايفين بنسيح حته زبده جوه البرام في الاول، حوالي معلقه او يعني قطعتين، وبعدين ناخد شويه من الرز على البرام، نص الكميه بالظبط، ونفردها. احنا حطينا زبده في الاول، وبعدين ناخد بقى التعبان اهو كله اهو، وبعدين بعد ما حطينا كل كميه التعبان هناخد ايه معانا بقيه كميه الرز، بس هنضغط عليه شويه كده عشان يبقى جوه البرام، وبعد كده نغطي بالرز اهو. تنسوش عندي ان انا هنا الرز سخن والبرام سخن اهو. وهنعمل ايه بقى؟ هنروح نجيب اللبن اللي احنا سخناه علشان خاطر اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نحط الكريمه، وبعدين نحط قطعتين الزبده اللي باقيين عندنا، وندخله الفرن لغايه ما يستوي. عشان كده هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل يا رب يكون معانا البرام استوى او بدا يعني يشرب الايدام بتاعه او اللبن او الكريمه بعد